مرحبا واضح، أنا عصام حبار رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد ومؤسسة. مبادرة خس الجوع انطلقت 2013. هاي المبادرة المسمى تبعها خس الجوع هو كلمة محبة. نحن اليوم لما بنكون فايتين لعند أهلنا، لعند والدتي أو لعند أي حدا قريب لنا، صديق كان، فلما بقول له جوعان أول كلمة بتطلع منه بيقول لي خس الجوع. نحن بنستقبل مواد من العالم، ناس بتجيب رز، ناس بتجيب سمنة، ناس بتجيب لحمة، بنطبخ حسب المواد اللي عم تصلنا. يعني احتمال يصل باليوم عنا 4-5 أنواع طبخ، مو شرط يكون نوع واحد، لأنه المواد بتختلف على حسب المتبرعين اللي عم يجيبوا لنا إياها. التقديم مجاني 100% كامل، ما بنقبل نهائي إنه حدا ياخذ أو يدفع فرنك حق وجبة عم ياخذها. الشريحة المسادة في كل السوريين بكل مكان. اليوم نحن قلنا الصائم واجب علينا، سكبة رمضان واجب علينا لأي حدا اليوم بيطلبها. هي طبعا تعتمد على توزيع الوجبات بشكل يومي. احنا في عنا 4 طرق للتوزيع. عنا أول طريقة اللي هي عابر سبيل، بنحط طناجر موجودة على باب المطبخ، بنقدم أي حدا بده يسكب نسكب له بطنجرة، بصحن، بأي شيء بده إياه بنقدم له إياه. هي طنجرة عابر السبيل. 2، في عنا الأطباء والممرضين بعدة أماكن بنقدم لهم إياها. 3، في عنا أسر معففة صعب إنها تنزل، بنروح من خلال فريق بيوصلها إياها على بيوتها. عنا فريق دراجات عم يكون وعم يقوم بهالمهمة، دراجات نارية. في عنا فريق بآخر اليوم بياخذ وجبات وبيفتر بالشوارع للعالم اللي ما قدر يتصل على بيوتها بوقت الأذان. بشتغل الصبح وبخلص شغلي وبعدين بجي لهون. بناتي واعيين يعني شوي، انه صاروا صف 7 هلا وخامس، انا معهم من 2015 كانوا كتير صغار، ولهلا بكل رمضان ما بقدر انه ما انزل. يعني بحس كتير بالامان بالمحبه هون بالجمعه، بما اني بعيده عن عيلتي بحس انه هون عيلتي، بقعد معهم بحس انه هيك امي ابي اخواتي كلهم جنبي، برتاح كتير بنبسط معهم، فبعطي من قلبي مثل ما هنن بيعطوا من قلبهم كمان. أي سنة كنا كتير خايفين بصراحة، الوضع الاقتصادي كتير كان صعب، كنا خايفين إنه ما نقدر نقوم بالواجب مثل الأعوام الماضية. إحنا بالعادة كنا نبلش بين 2000-2500 وجبة أول كم يوم، صعوداً لل 5000، صعوداً لل 7، بنهاية العشر الأخير بنساوي 10000 وجبة يومياً. السنة بلشنا بال 4000 فوراً، فكانت سنة خير الحمد لله. اسمعوا مني وشاركوا، ولو مش شرط بمطبخ ساعد، بس أهم شيء إنه نحن لو عطينا ساعة واحدة من وقتنا باليوم، نحن خلال سنة عنا 365 ساعة. يعني أنا عمليا قدرت إني أنا أقدم شيء لمجتمعي أو للمكان اللي أنا موجود فيه. كل سنة أنتوا سالمين. باي.